رغم عزلتها الشديدة إلى أنها كانت قلعة نضال مهمة ضد الاستعمار الفرنسي، كما يمكنك سماع صوت القرآن الكريم في كل مكان. صغار، شباب وشيوخ، نساء ورجال، الجميع هنا مشروع لإمام ومعلم ديني كبير. إنها مدينة بني خداش، المدينة التونسية التي لقبت بمدينة حفظ القرآن الكريم. سأحكي لكم حكايتها، أنا هايدي يسري وهذا ملخص القصة. في كل مدينة قد تطأ بها قدمك ستجد معلماً أو شيئاً يميزها. أعظم ما سنجده في تلك المدينة هي أصوات ترتيل القرآن الكريم والتي لا تنقطع منها أبداً. فعند دخولك مدينة بني خداش التي تقع في أعالي جبال الجنوب الشرقي التونسي التي تتميز بهدوئها، يلفت انتباهك فوراً انبعاث أصوات تجويد للقرآن الكريم تعلو كلما تعمقت أكثر في المدينة التي تخرج فيها مئات من حفظة كتاب الله الكريم. تلقب مدينة بني خداش بمدينة حفظة القرآن الكريم، فقد تخرج فيها قرابة 500 حافظ لكتاب الله بين نساء ورجال وصغار. يتوزع أكثر من 400 إمام من أهل المنطقة على كامل محافظات تونس، ذلك فضلا عن زيادة الطلب على أئمة المدينة في شهر رمضان المبارك. ترى كيف بدأ اهتمام تلك المدينة المعزولة بتحفيظ القرآن الكريم؟ حسناً، اللوح وصمغ الخرفان فقط، هذه هي الطريقة التي اعتادها مواطنو المدينة في تحفيظ القرآن الكريم قبل افتتاح المدارس الابتدائية بها، حيث كان حفظ القرآن الكريم عادة متوارثة عبر الأجيال لا يمكن لأي رب أسرة التغاضي عنها. ومع مرور السنين وافتتاح المدارس والكتاتيب ظلت عادة تحفيظ القرآن الكريم قائمة حتى اليوم، إذ حرصت بعض العائلات على تحفيظه لجميع أفرادها، بل صارت شبه منافسة فيما بينها، حتى تحول الأمر لوصمة عار على جبين العائلة التي لا يخرج من بينها إمام أو فقيه. لم يقتصر حفظ القرآن الكريم في بني خداش على الرجال فقط، بل بلغ عدد حافظات القرآن الكريم من النساء أكثر من 250 امرأة. لم تنتهي عظمة المدينة هنا، فأطفالها أيضا كان لهم نصيب الأسد من تلك الإنجازات. ففي بني خداش ستجد صغيرا لم يتخطى عمره 15 عاما إلا أنه يقود المصلين في المسجد، خاصة في صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم. وفي مكان آخر يمكنك أن ترى شيخاً تخطى عمره 60 عاماً يأتي من مدينة أخرى كي يتلقى تعاليم الدين أو ليحفظ القرآن الكريم على أيدي مشايخ مدينة بني خداش. وقد كانت قلعة نضال مهمة في حقبة الاستعمار الفرنسي، وتعرف بكثرة المعالم الأثرية على غرار القصور الجبلية والمعالم الدينية التي يعد جامع علولة أبرزها، إذ أدرجته منظمة الأساسكو حديثاً على قائمة التراث الإسلامي العالمي. يقال: من نسي التراث ليس له ميراث.